شكرا عبود. اذا مكملين معكم دنيا دنيا، دائما بنحكي الحوار قديش مهم. هاي مش معلومه جديده، كل الامهات كل الاهل انا متاكده انهم بيعرفوا اهميه الحوار، لكن الصعوبه تطبيقه بيظل الجيل الصعب مرات التعامل معه. وايضا عم نحكي عن التشويشات، عن مصادر الاجهزه الالكترونيه، عصر السوشيال ميديا، كل هالمحاور رح نحكي فيها بالتفصيل مع دكتوره حنان العمري. صباح الخير. صباح دكتوره الخير. حضرتك اخصائيه تربويه واسريه، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. يعني لما نحكي دكتورة الحوار مهم وأهمية الحوار، هي صارت معلومة يعني معروفة عند الجميع طبعا. لكن احنا بنحب دائما نركز عليها لأنه بنعرف قديش صعب تطبيقها. يعني مرات إشي مفروغ منه وهو الحديث بيكون أصعب إشي ممكن يصير في بيوتنا، فلماذا التركيز على موضوع الحوار؟ خليني أبدأ من شغلة أساسية. هلا الحوار بدي أحكي شو هو الحوار ببساطة، ببساطة متناهية، هو التواصل بين شخصين أو أكثر من شخصين. نعم. هلا في كثير ملاحظات وبنسمعها يعني على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى التربوي إلى آخره، إنه بطل في حوار ما بين أفراد الأسرة بالضبط. وهذا هو موضوعنا الرئيسي. نعم. بطلوا الأبناء والأهل يتواصلوا مع بعض. بطلت الأهل تعرف شو يعني يدور بذهن الأبناء أو شو مخططاتهم، شو بيفكروا، مين أصحابهم إلى آخره. نعم. زي ما ذكرتي، وسائل التواصل الاجتماعي صار لها دور كبير، والتقنيات والتكنولوجيا صار لها دور كبير. نعم. صار الولد والأبناء والأهل كمان بيمضوا وقت طويل في التواصل مع أشخاص خارج المنزل. نعم. وهاي كمان سلبية بتأثر. وشغلة تانية كمان، صار الأهل كتير مشغولين. بطل الأهل يعطوا في كثير من الأحيان الوقت الكافي للأبناء. صحيح. يعني كتير بنسمعها إنه إف والله اليوم ابني بده يحكي معي وما عندي وقت، او اف انه يعني خلص حل عني، انا بشوف وقت تاني ممكن اتناقش انا وياك. مش رايقت لك اليوم. مش رايقت لك اليوم. مش فاضي لك اليوم. او انه مثلا اجى الولد يحكي مع الاب، روح احكي مع امك، او العكس. الام روح احكي مع ابوك. فهي كمان قضيه اثرت كثير في انه يكون في حوار ما بين الاهل وما بين الابناء. صحيح. وجعلت يعني اللي ممكن انا اسميه بالاجواء الصامته في المنزل. ايوه، هذا يعني الصمت بيكون فيه قتل للمحبه. بالضبط بالضبط، هو قتل للمحبه، قتل للعلاقه ما بين افراد الاسره بعضهم مع بعض، العلاقه ما بين الابناء والاباء، الجو اللي فيه المحبه والاحترام والتسامح والحنيه. نعم. وانه هيك يكون في زي ما كنا نسمع زمان انه المنزل في ململم، يعني كل العيله ملمومه على بعض داخل هذا المنزل، والدفء والحنان والحميمة. فهاي يعني موضوع كتير مهم، كتير مهم طرحه، لأنه كمان بنشاهد كتير من السلوكيات اللي هي سلوكيات سلبية ناتجة عن ضعف الحوار ما بين الأهل وما بين الأبناء. طب في كتير عنف، في كتير تعصب، في كتير تمييز، في كتير صياح، في كتير عدم قبول الأشخاص الآخرين أمامهم، عدم قبول الزملاء، عدم قبول المعلم. هاي كلها جاي من ضعف الحوار ما بين مفروض. الأهل وما بين الأبناء داخل صح. مرات تعرفي شو دكتورة، منلاحظ ازدواجية لأنه ما عم نتحاور مع أبنائنا، فبيكون هو جوا البيت إشي. نعم. وبرا البيت إشي تاني. نعم. بيكتشف جوانب جديدة بشخصيته. خلينا نركز بهاي الفقرة لأنه بنعرف قديه مهم وبنعرف. نعم. انه غائب. بالتأكيد. شو الحوار الايجابي لازم يعزز وكيفيه تعزيزه؟ احنا بنحكي عمره ما راح يكون الوقت متاخر. نعم. حتى لو انت مرة وقت ما في كثير حوار بينك. أكيد. وبين ابنائك، كل يوم هو بدايه جديده. أكيد. شو يعملوا؟ اكيد هلا احنا يعني حتى نحكي انه انقاذا. نعم. لما هو حاصل هلا على المستوى الاجتماعي بشكل عام، يعني الحوار بيبدأ منذ نعومة الأظافر الطفل، منذ يعني السنوات الأولى في حياة الطفل. ما بنحكي إنه هذا الطفل لسه ما زال ما عنده المخزون اللغوي، ما بقدر يحكي وما في لغة وإلى آخره. لا، في حوار. إذا إحنا بنلاحظ حكي الأهل مع الأبناء مع الأطفال في السنتين الأولى من حياتهم، هذا هو نوع من الحوار. صح. حوار صامت من جهة، لكن في هناك تفاعل ما بين الأهل، ما تحفيز. بين الأم صح.
الأب والطفل على الكلام. بعدين بتيجي مرحلة أخرى في حياة الأطفال اللي هي مرحلة نمائية، بصير في تساؤلات عند الأطفال، بدهم يكتشفوا العالم اللي حولهم، بدهم يكتشفوا ما يدور حولهم من أشياء وأمور. هذا مهم لما بيسألوا عن كل شيء. هاي مهم كتير إنه الأهل يعطوا وقت كافي صح. للأبناء حتى إنهم يجاوبوهم على أسئلتهم، مش يتضجروا من كثرة أسئلة الأبناء. وهذا كمان منلاحظها في ظل إنه الأم عاملة والأب عامل والالتزامات الاجتماعية وأمور أخرى. بعد شوي بيكبروا بصيروا في عمر المراهقة. عمر المراهقة جدا مهم إنه تنفتح أبواب التواصل والحوار ما بين الأهل وما بين الأبناء. دائما الحوار الجيد هو حوار بالآخر بيصب إنه يحل مشكلة معينة طبعاً. أو إنه يغير مفاهيم معينة عند الطرف الآخر صح. فهذا هو دور الأهل بشكل رئيسي إنه يوجهوا أبنائهم حتى إنهم يصبوا مفاهيم جديدة في عقولهم نعم. وينشئوهم بالتنشئة الجيدة نعم. هلا في أساليب وفي طرق للحوار. أول شيء المفروض إنه يكون في ما بنحكيه اللي هو النظر العين بالعين. يعني إذا أنا بدي أحاور ابني لابد من أن أجلس أنا وياه جلسة فيها درجة عالية من المحبة كمان، أحسسه أنه أنا مهتمة بالأمر اللي بده أحكي أنا وياه فيه، وبنفس الوقت أنه مش أطلع على جهة هو يطلع على جهة أخرى صح. لابد من الالتقاء الوجه يعني أو الأعين مع بعض. تعرفي شو هاي الجزئية يعني أنا بدي أوقف عليها قدي هي إشي سهل طبعا وقدي إشي طبعًا. مش موجود يعني إحنا مفكر أنه إحنا عم نعمل تواصل هيني عم بحكي مع ابني بس انا يا بطلع على التلفزيون على التليفون يعني قد ايه الموضوع سهل اني نتطلع بعيون بعض أكيد. صارت هاي بدها جهد بدها تركيز بدها تفرغ وافرغ حالي وابعد كل المشتتات الاخرى نعم. من حولي. الامر الاخر انه اذا كان حجم الولد صغير طفل صغير لابد انه اجلس انا وياه على نفس مثلا الكرسي او نفس المكان بنفس المستوى انا وياه حتى كمان هو يحس انه انا قريبه منه انفعاليا مش مهم. بس انا بدي احكي معه بموضوع معين وانبهه لبعض الامور انا كثير مهم انه كمان اكون انا وياه على نفس المستوى حلو. لما بصير اكبر كمان انا بجلس انا وياه مثل شخصين راشدين شخصين كبار بالعمر في تواصل ما بيننا في تواصل فيسيولوجي كمان يعني ممكن وتواصل غير لفظي الإشارات الأعين الابتسامة الاحتضان للأبناء كلها هاي أمور تدخل ضمن الحوار. شغلة كمان كتير مهمة إنه إحنا لازم ننتبه للألفاظ اللي إحنا نستعملها بالحوار. يعني إذا أنا بدي أحاور الشخص ابني أو أحاور أي فرد من أفراد الأسرة لابد إنها تكون الأم على درجة عالية من سعة الصدر بالتالي تتحمل تتقبل كل شيء وتصغي وتسمع مش تأخذ مثلا موقف المتلقي أو موقف التسكيت في كثير من الأحيان الأهل بياخذوا موقف إنه التسكيت الطفس أنا بعتبره إنه أسكت إنه خلاص بتسمع أول جملة أول جملتين وبعدين إنه أسكت ما بدي أكمل أو لساتك صغير أو شو بفهمك أو لساتك صغير أو شو بفهمك أو هاي أمور لساها يعني صعبة بالنسبة إلك أو إنه مثلا أنا هلا مش فاضية وخلاص سمعت بما فيه الكفاية. هذا هو حوار فاشل ولا نسميه بالحوار صح. القضية الأخرى اللي كمان كثير من الأهل اللي ما بنتبهوا لها في حوارهم مع الأهل إنه ما بعطوا فسحة كافية للابن في إنه يحكي ويعبر عما يجول في داخله حول الأمر أو حول مشكلة معينة وكثير مهم إنه نصغي صح. كثير مهم الإصغاء. احنا دائما بنحكي انه مرات ما بنعطيه مساحه يحكي بس انا بحب كمان اركز على نموذج اللي ما برضو اصلا يحكوا اللي انت بتعتبري انه تدخلي لهم وتبدي معهم حوار كتير صعب يعني في كتير في امان الابناء ما بحبوا يشاركوا اهلي ما راح يفهموا علي انا افكاري صعبه ما بحب اشارك هذول كيف يكون المدخل لهم هلا انا افكاري صعبه واهلي ما بقدر مش متفهمين لوضعي هذا كله جاي اصلا من طريقه تعامل الاهل مع الابناء لانه بالاساس لم يفتح حوار من
منذ الصغر مع الـ مع الـ الأبناء، وبنفس الوقت ما كان النموذج الجيد في الأسرة. يعني حوار الأسرة، أفراد الأسرة بشكل عام، حوار الأب والأم مع بعض، حوار الأب مع الأبناء. طب شو نعمل لهم هدول؟ شو بيكون حلهم؟ هلا لابد أنه كمان نحاول قدر الإمكان أنه نعطيهم الفرصة الكافية يحكوا، حتى لو أنه كان مستوى درجة الحكي هي قليلة، لكن بنفس الوقت أنهم نبدأ معهم في فتح باب الحوار، وبنفس الوقت أنه نرجع ما نسكتهم، ما وكمان نشركهم في كل الأمور اللي تتعلق بالأمور المنزلية والعائلية. يعني في أي شغلة موجودة فيها المنزل، في قضية ممكن معينة ما يرضى يسأل أو سؤال جواب ما بده، بس لما يكون في إشي بالعائلة أشاركه بطريقة غير مباشرة بالضبط، وممكن أنا أشاركه بطريقة ما، حتى أنه يكون هنا هذا هو شخص يعني فعال أكثر في الأسرة. هذا بشجعه على الحوار، بشجعه على تبادل الرأي مع الآخرين، وبنفس الوقت على احترام الشخص الآخر، على احترام الأفراد الآخرين في الأسرة. نصيحة أخيرة دكتورة. نصيحة بحب أنصح الأهل دائما بفتح قنوات الحوار بينهم وبين الأبناء، وبنفس الوقت أنه تكون اللغة لما بعيدة عن لغة التعصب، عن لغة التمييز، عن لغة عدم المساواة بين الأبناء، بنت وولد أو كبير وصغير. وكمان بنفس الوقت أنه يكون في هناك سعة صدر وإصغاء واحترام لآرائهم، حتى لو كانت هاي الآراء هي مش متناسبة مع مستوى تفكير الأهل، حتى بالتالي ندعمهم ونشجعهم ونعزز ثقتهم بنفسهم بالدرجة العالية، ويتقبلوا الآخر لما بيطلعوا للمجتمع كأشخاص راشدين فيما بعد. أنا بعتبر دائما الحوار وسيلة حماية وتغليف لأبنائنا من أي فكر خارجي. إذا احنا مش قادرين نتحاور مع أبنائنا، للأسف بدنا نتوقع بالمستقبل كل شيء منهم. طبعا، بكل صراحة. بدنا نتوقع كمان انه هم لما لا يتحاوروا مع الاشخاص الاخرين خارج الاسره، ما عندهم اسلوب في التعامل بشكل جيد واحترام الاخر، وهذا كثير مهم. ما عندهم قبول للاخر، وهذا اللي احنا عالميا هلا الدنيا كلها عم ترفضه، اللي هو قبول الاخر واحترام فكر الآخر. كل شكر لك دكتور رحلان عمري. شكرا لهالحديث. شكرا للمتابعة، وما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شيء جديد.